بسم الله الرحمن الرحيم. شباب شباب بدأنا يلا هنعمل بس اللاب ده. تمام، كل اللي فيها ان انا هسيموليت ان الراوتر اللي فوق ده هو ده الاي اس بي بتاعي، راوتر الاي اس بي. الراوترز اللي تحت دي، ده مثلا هفترض ان هو الهيد كوارتر، وده هفترض ان هو البرانش بتاعي، وعايزه اربط اللان اللي تحت دي باللان اللي تحت دي. تمام، انا جاست ان انا حطيت اي بي هات، الاي بي هات اللي موجوده قدامكم، جاست ان انا عملت راوتنج، جيت على ار 1 ما عملتش عليه اي حاجه الا ديفولت راوت بيرمي على ار 3، جيت على ار 2 ما عملتش اي حاجه الا ديفولت راوت بيرمي على ار 2. تمام، جيت بعد كده من البي سي ابنج على البي سي اللي هناك، في كونكتيفيتي مفيش اي مشاكل. تمام، طيب بعد كده عايزه اربط الفرعين اللي تحت. هتقولوا لي طب ما هم اوريدي كده كده شايفين بعض، صح؟ ايه لازمه بقى ان انا اكريت اي بي سيك تانل؟ ما الفكره دلوقتي ان كل الترافيك اللي بيمشي في الانترنت ما بينهم كلير تكست ولا انكربتد؟ هنا كلير تكست. لو جيت مثلا اعمل تلنت او حاجه وجيت اعمل كابتشر للداتا، هشوف كل حاجه كلير تكست. تمام، دي حاجه. حاجه كمان، كمان شويه في اخر اليوم هنصعب اللاب، هبدا ان انا اطبق ناتنج على ار 1 وار 2. طبعا ناتنج ساعتها اللان هتشوف الوان اللي بره، لكن الوان الراوتر بتاع الاي اس بي هيقدر يكونكت على الاجهزه بتاعتي اللي جوه؟ لا لا. ورغم كده عايزه اللان دي توصل للان دي. النات والفي بي ان، الاي بي سيك في بي ان، بيعملوا مشاكل جامده جدا مع بعض، فعشان كده هنطبق اللاب في بي ان الاول، وبعد كده اطبق النات ونشوف ان الدنيا هتقع، وبعد كده نقومهم تاني ازاي. تمام، نبدا بقى نشغل الفي بي ان. الفي بي ان خمس خطوات، هما كومبليكيتد شويه. تمام، انا ملخصاهم هنا اصلا في ملف، خلوا الملف ده دايما معاكم علشان بس ايه يسهل معاكم شويه. اول مرحله خالص بنكونفيجر الايزا كامب بوليسي. الايزا كامب دي احنا اتفقنا ان دي اسمها ايك فيز 1، والايك فيز 1 دي اللي انا عن طريقها بسكيور البروبوزال ذات نفسه، او بسكيور الكيس ذات نفسها. تمام، اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي على الراوتر الاولاني اقول له كريبتو ايزا كام. لو استخدمت الهلب انا عايزه ايه من دلوقتي هنا؟ البوليسي بتاعتي. طب لو استخدمت الهلب قال لي رقم البوليسي عايزاها تبقى ايه؟ معنى كده ان انا ممكن اكريت اكتر من بوليسي، بوليسي على مستوى كل بير، او حتى ممكن زي ما قلت لكم ان انا اجنريت اكتر من بوليسز وابعتهم للطرف الثاني وهو يختار المناسبه بالنسبه له بناء على البوليسز اللي عنده. تمام، طب قبل ما انا كريت البوليسي اساسا كده كده الراوتر باي ديفولت عليه مجموعه من البوليسز. يعني لو انا قلت له دلوقتي هنا شو كريبتو ايزا كام بوليسي انتر، واو الامر اهو. تمام، واو في عندي مجموعه من الديفولت بوليسز. واخدين بالكم ان كل ارقامهم كبيره عشان يبعد خالص عن ايه الارقام اللي في الاول دي، سيبها لي. شوفوا كميه بوليسز قد ايه، ممكن ان انا اشتغل على واحده منهم مفيش مشكله، بس طبعا انا بفضل ان انا اكريت البوليسي اللي على مزاجي. تمام، فقلنا تاني هاجي هنا اقول له كريبتو كريبتو ايزا كام بوليسي سي، مثلا هديها رقم واحد، والرقم اتفقنا ان ده يعني مش شرط ان هو يماتش ما بين الاثنين. تمام، لو استخدمت الهلب قال لي بالنسبه بقى للكيس اللي انت عايزه تنقليها الاوثنتيكيشن عايزاه يبقى نوعه ايه؟ هلاقي فيه في الاوثنتيكيشن بريشر كي والار اس اي سيجنتشر. تمام، طب الانكربشن ديس ولا 3 ديس ولا اي اس ولا سيل. تمام، طب الجروب، او حتى هنا مش هلاقي سيل، الجروب هلاقي فيه ايه؟ ده في هيلمان كام جروب، الهاش، اللايف تايم. طب ايه رايكم اساسا ان فيه برضو هنا ديفولت؟ بمعنى لو انا ما حددتش الاوثنتيكيشن هيبقى هيستخدم الار اس اي سيجنتشر. لو انا ما حددتش الاوثنتيكيشن هيستخدم مين؟ الار اس اي سيجنتشر. تمام، لو انا ما حددتش الانكريبشن هيستخدم الديس، لو انا ما حددتش الجروب هيستخدم جروب ديفي هيلمان 1، لو انا ما حددتش الهاش هيشتغل اس اتش اي. تمام، اللايف تايم باي ديفولت 24 اورز. تمام، نمسك بقى واحده واحده اوثنتيكيشن. انهي واحد من دول اللي انا عايزاه؟ بريشرد والار اس اي سيجنتشر، ده خلاص ليجاسي. تمام، اللي هو ار اس اي انكريبشن ده ليجاسي، هنستخدم مين؟ البريشرد. واخدين بالكم من حاجه؟ هنا ما طلبش مني كنت البريشرد، هنا ما طلبش مني قال لي رقم البريشرد بتاعك هيبقى ايه، لان ده هيتعمل في خطوه ثانيه. تمام، طب بعد ما حددت الاوثنتيكيشن احدد مين؟ الانكربشن، عايزه مين؟ ديس ولا 3 ديس ولا اي اس؟ واخدين بالكم ان السيل مش هنا؟
ده ان السين ده اساسا في الداتا مش هنا تمام. سي مثلا هستخدم الاي اي اس، لو استخدمت الهيلب هلاقي في عندي 128 بت 192 256. لو انا ضغطت انتر الديفولت 128 مش مضطر احدده، الديفولت كام؟ 128 تمام. طب بعد كده طالب ايه؟ الجروب. واو بص الراوتر ده بيسبورت كام جروب؟ ده فيه هيلمان 1 ده فيه هيلمان 2 5 وصل لغايه 24 تمام. 24 ده رقم الكيز 2048 وده في عندي كمان 16 4096. مين الريكومندد؟ طبعا على قد ما تقدر زود الكيز على قد ما الاجهزه بتاعتك بتسبورت تمام. انما مثلا افرض ان الاي او اس بتاعي ده جديد والاي او اس اللي قدامي قديم، لو احنا كنا عملنا اللاب ده على راوتر مثلا 3725 اللي هو فيرجن 12.4 كنت هلاقي ده فيها المنجرو 1 و 2 و 5 بس. وبالتالي انا على الراوتر ده لو استخدمت 24 جروب 24 هيحصل نيجوشيشن ما بين الاثنين؟ لا. ليه؟ الطرف الثاني مش فاهم اساسا ده فيه هيلمان جروب 24. واضحه كده؟ الا طبعا اذا حصل نيجوشيت على واحد من الديفولت تمام. فانا هستخدم مثلا هنا جروب خلينا مثلا 5. احفظوا معايا الحاجات دي لان الطرف الثاني مصد ان انا اكونفيجرها بنفس البوليسز بالظبط تمام. عشان كده ريكومندد يا اما الحاجات دي اكتبها على ورقه او ملف يعني عشان اكونفيجرها هناك زيها بالظبط عشان ما انساش، او ان انا امشي خطوه خطوه. الخطوه اللي اعملها هنا اروح اعملها على البير، الخطوه الثانيه واروح اعملها على البير، مش هخلص الخمس خطوات على الراوتر الاولاني وبعد كده اعملهم على البير. ما ينفعش الكلام ده، مش قبل خطوه قبل المهم ان اب تو يو، المهم ان البوليسز تبقى واحده بطلنا موضه ماشي. فهنستخدم جروب هيلمان كام؟ 5. طب وبالنسبه للهاش ار اس اي ريكومند طبعا ان انا استخدم ار اس اي اس اتش اي تمام. اس اتش اي الاي او اس القديمه كانت بتسبورت الاثنين دول بس، بص الجديد بقى بيسبورت مين كمان؟ اس اتش اي فيرجن 2 فليفرز اعلى، ارقام اعلى اهي. انا هستخدم مثلا اس اتش اي بس تمام. طب بالنسبه لللايف تايم هسيبه مش هحدده عشان نشوف فعلا ان هو القيمه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي 24 اورز ولا لا تمام. عشان افريفاي عندي امر اللي احنا لسه مستخدمينه، شو كريبتو ايزاك امب بوليسي انتر، لقيت في عندي البوليسي اللي انا كريتها رقمها 1. مين هو الانكريبشن؟ اي اس ادفانسد انكريبشن ستاندرد. مين الهاش؟ وطبعا عشان انا ضغطت انتر استخدم 128. الهاش البري شيرد الديفي هيلمان اللايف تايم، ما هو الرقم ده لو قسمته على الثواني هيديك 24 اورز تمام. الرقم ده ده 24 اورز. حد تاني مني كده في حاجه؟ واتفقنا تاني ان اللايف تايم مش شرط، هو ده القيمه الوحيده اللي مش شرط ان هو يكون واحد على الاثنين راوترز على الاثنين بيرز. هينيجوشيتوا على مين؟ على الرقم الاقل لللايف تايم، وبعد ما اللايف تايم ده يبقى اكسباير هنتير داون نقطع التانل ونبدا ان احنا نبنيه من اول وجديد. انهي تانل؟ الايزاك كام تانل، لان احنا اتفقنا ان في ايزاك كام تانل وفي اي بي سيك تانل تمام. طب ثانيه واحده، لما انا ضغطت انتر دلوقتي اخدتوا بالكم ان كل الديفولت اختفى صح؟ انا كنت استخدمت الامر ده شفت بيه شويه ديفولت، راحوا فين الديفولت؟ لا طالما انت كريت بوليسي عايز تشوف انت بقى الديفولت اكتب له هنا ديفولت. كل دول مين؟ الديفولت. واضحه كده؟ قبل ما ابدا ان انا ادخل في الخطوه الثانيه هروح على الراوتر الثاني وكونفيجر نفس الكلام. ها كريبتو ايزاكامب بوليسي واتيفر تمام. عشان بس اكد لكم ان هي مش شرط نفس القيمه. بالنسبه للاوثنتيكيشن استخدمت بري شير، بالنسبه للانكريبشن استخدمت اي اي اس، بالنسبه للجروب استخدمت جروب 5، بالنسبه للهاش استخدمت اس اتش اي، ما كنتش محتاجاها اساسا هو كده الديفولت اساسا. ها حد تاني؟ ندخل انا لسه لغايه دلوقتي على فكره في ستيب 1، بس في ستيب 1 لما انا جيت هنا قلت له اساسا ان انا هستخدم بري شيرد، ان انا هستخدم البري شيرد. طب مين البري شيرد كي؟ احدده بقى. يبقى لازم اعمل خطوه كمان ان انا اقول له ايزا سوري كريبتو ايزا كامب
انا المره اللي فاتت قلت له بوليسي، المره دي هقول له الكي بتاعي. بقى الكي بتاعك ايه هو؟ حطي لي الكلمه بتاعته. لو انا حطيت له صفر يبقى انا هحط ورا الصفر القيمه اللي هي مثلا هستخدم مثلا سيسكو، هحط قيمه سيسكو. لو انا استخدمت 6 هجيب قيمه الانكريبشن بتاعه سيسكو واحطها، يعني اشفر 6 على اي موقع مثلا او اي برنامج واجيب قيمه التشفير احطها ورا كلمه 6. تمام. انا دلوقتي هحطها زي ما هي كده سيسكو وماست طبعا ان هي تماتش. مين الادرس؟ مين الطرف الثاني؟ البابليك كي بتاع الطرف الثاني. البابليك كي بتاع ايه؟ الطرف الثاني. كان ممكن ان انا استخدمه برضو بهوستنيم، بس ساعتها لازم يكون في دي ان اس صفر. مش شرط، ممكن ان انا اوفر رايت الكلام ده بطرق ثانيه، بس يعني ريكومندد لو في دي ان اس صفر. تمام. انا هستخدم دلوقتي الادرس اللي هو الطرف الثاني. بصوا كمان بيسبورت مين. تمام. نركز بقى هنا قوي علشان احنا عارفين ان اي مشكله اساسا في الفي بي ان كونفيجريشن الترابل شوتنج بتاعه مقرف. تمام. مين البير؟ 11.0.1 ده البابليك بتاع الطرف الثاني. تمام. يبقى هقول له هنا ايه؟ 11.0.1 كده خلاص. تمام. نروح نعمل الكلام ده على الطرف الثاني. طبعا الكلام ده ما ينفعش تاخد كوبي وبيست، البوليسي كان ممكن اخدها كوبي وبيست انما ده ما ينفعش. تمام. فاقول له هنا كريبتو ايزاك امب الكي سيسكو البير كريبتو ايزاك امب كي سيسكو ادرس البير. ثانية واحدة بقى نشوفه كده. 11.0.0.1. تمام. 11.0.0 ايه؟ لا التاني 11.1. اه ماشي. التاني 11.1 يعني. دوت. مين لسه قلعه؟ ماشي. تمام. انتر. كده انا خلصت الخطوة الاولانية دي. ستيب 1. تمام. ستيب 2 بقى اللي هي IPsec 2. IPsec 2 هعمل فيها ايه؟ قال لك IPsec 2 دي بقى اللي انا هحدد فيها الترانسفورم سيت. احنا قلنا الترانسفورم سيت يعني ايه؟ اللي انا هحدد فيها النيجوشيشن بارامترز بس بتاعت مين؟ الداتا ذات نفسها، اللي هشفر بيها الداتا ذات نفسها مش اللي هشفر بيها الكيس. واضحه؟ تمام. نعمل الكلام ده. هو هناك كنت بقول له في الامر كريبتو ايزاك امب، المره دي بس هقول له كريبتو IPsec. نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. كريبتو IPsec. لو استخدمت الهيل قال لي طب حددي لي بقى الترانسفورم سيت اللي انت عايزه تستخدميه. احنا قلنا الترانسفورم سيت اللي هو نيجوشيشن بارامترز. تمام. لو استخدمت الهيل قال لي طب حطي لي ليه كلمه مثلا هسميه برانش مثلا، والكلمه دي مش ماست ان هي تماتش ما بين الاثنين برضو. تمام. طيب ايه هي بقى البارامترز اللي انت عايزه تستخدميها؟ يا ترى عايزه تستخدمي الاي اتش ولا الاي اس بي؟ تمام. طب لو انا استخدمت الاي اتش، واخدين بالكم ان الاي اتش بيسبورت النيجوشيشن، انا اسفه الهاشنج، وبيسبورت برضو الاتش ماك، ده احنا كنا قلنا فيرجن كده من الهاشنج برضو صح. لو تاخدوا بالكم اساسا في الاوبشنز دي كلها مش بيسبورت انكريبشن. مش بيسبورت مين؟ انكريبشن. مفيش ديس ولا 3 ديس ولا اي اس صح. انما الاي اس بي ده في ديس و3 ديس و اي اس وفي سيل تحته. تمام. طب مثلا سين انا هشتغل الافضل بقى هشتغل بمين؟ بالاي اس بي. تعالوا نحدد مثلا الاول الاي اس بي انكريبشن. هشتغل مثلا بالاي اي اس. لو استخدمت الهيلب بصوا كده ايه اللي اختفى؟ اللي اختفى من هنا الاي اس بي ديس والثري ديس، لاني خلاص حددت مين؟ الانكريبشن. ناقصني الهاشنج. ناقصني ايه؟ الهاشنج. هشتغل بالاس اتش اي ولا الام دي 5 ولا في فليفرز ثانيه كمان اهو من الاس اتش اي؟ لا الاس اتش اي. هنشتغل طبعا ريكومندد ان انا اشتغل بالاس اتش اي. بس على فكره ممكن زي ما قلت لكم ان انا اشتغل بالاي اس بي في الانكريبشن والاي اتش في الهاشنج، مفيش مشكله هيشتغل ومش هيقول لا. وقبل صحيح ما اضغط انتر، لما انا قلت له اي اس بي اي اي اس، لما استخدمت الهيلب قال لي حجم الكي قد ايه؟ 128 ولا 192 ولا 256؟ برضه الديفولت 128. يبقى انا حتى مش محتاجه ان انا احدده. واضحه كده؟ كده انا حددت الاثنين.
ولاير زياده من السكيورتي ممكن كمان اشغل لاير ثانيه كمان من الاي اتش يعني زياده الخلخلين بعمل اثنين يعني مش واحد بس تمام انا هكتفي بدول واروح عند الطرف الثاني هاخد ده كوبي كده زي ما هو واروح عند الطرف الثاني احطه بيست قلت لكم ثاني مين اللي مش مصري ماتش في الجمل دي ده تمام وبالمناسبه ممكن ان انا اكريت اكتر من ترانسفورم ست ممكن ان انا اكريت ايه اكتر من ترانسفورم ست وهبعتهم كلهم والطرف الثاني يبدا ان هو يماتش بناء على ترانسفورم ست اللي بالنسبه له يعني ماتش بالنسبه له خلاص كده انا عملت الخطوه الثالثه الخطوه الثالثه هحدد حاجه اسمها انترستنج ترافيك هحدد حاجه اسمها ايه هكتبكم في الملف ستيب 3 هحدد حاجه اسمها ايه انترستنج ترافيك يعني ايه انترستنج ترافيك الاي اس بي ده بعد كده بيربطني على مين على الانترنت صح افرض دلوقتي ان الترافيك اللي جاي لي من هنا رايح للراوتر عايز يطلع على الانترنت الراوتر ده يطبق عليه في بي ان لي ويعمل له سكيورتي ليه ده الترافيك مش رايح للفرع التاني الترافيك رايح على مين على الانترنت واضحه لكن افرض ان في ترافيك دلوقتي طالع من البي سي ده هيروح للفرع التاني المفروض الراوتر ده يعمل فيه ايه يبدا ان هو يشغل عليه الفي بي ان ويشفره تمام هو ده المقصود بالانترستنج ترافيك انترستنج ترافيك معناه ايه ان انا بحدد للراوتر انهي ترافيك انهي سورس رايح لانهي ديستنيشن اللي ساعتها تبدا تشغل عليه الفي بي ان اللي ساعتها هتبدا تشغل عليه ايه الفي بي ان اعمل الانترستنج ترافيك ازاي ابسط حاجه عن طريق اكسس ليست لو تفتكروا كنا قلنا الاكسس ليست عاده مش بستخدمها كسكيورتي لكن بعمل بيها ايه بديفاين بيها ترافيك معين ناويه اعمل عليه اكشن معين فعن طريق الاكسس ليست هقول له هنا الترافيك لو جاي من السورس ده رايح للديستنيشن ده ده كده تحفيز للراوتر ان الراوتر يبدا يشغل عليه الفي بي ان تمام فانهي سورس هحدد الكلام ده بقى باكسس ليست يعني نوعها ستاندرد ولا اكستندد اكستندد ليه لاني هحدد فيها السورس والديستنيشن والاكسس ليست دي ماست ميرور يعني ايه ماست ميرور لو انا قلت السورس ده رايح للديستنيشن ده الناحيه الثانيه هقول ان السورس ده رايح للديستنيشن ده ماست ميرور على الطرفين لو حصل اي مشكله في الميرور دي الترافيك اساسا مش هيتشفر تمام نعمل الكلام ده هاجي هنا على الراوتر الاولاني واقول له اكسس ليست ممكن تكون نمبرد او نمبرد مش فارقه معايا المهم ان هي لازم تكون اكستندد تمام واقول له الاكسس ليست دي مثلا اللي رقمها 100 هعمل فيها بيرميت وبيرميت طبعا مش المقصود بيها ان انا هسمح لها تعدي ولا لا بيرميت دي معناها ان الترافيك ده هو اللي هيطبق عليه الفي بي ان تمام هبرميت مين انهي بروتوكول من دول اللي انا عايزه برميته مثلا على سبيل المثال تي سي بي او يو دي بي لو انا اخترت تي سي بي يبقى انهي ترافيك اللي هيطبق عليه الفي بي ان تي سي بي بس طب يو دي بي يو دي بي بس اكيد انا مش عايزه اعمل كده اكيد انا عايزه اسكيور مين الاي بي ككل تمام اللي جاي منين من النتورك اللي هي العشرات اللي رايح للنتورك تمام كده واروح عند الطرف الثاني اعكس هاجي دلوقتي عند ار 2 واقول له اكسس ليست اللي رقمها واتيفر الرقم مش فارق معايا تمام مين الترافيك اللي ماستي ماتش بيرميت بروتوكول الاي بي اللي جاي من 192.168.1.0 برافو اللي رايح للعشرات خلاص انا كده حددت معايا شفتك كنت بتضحك معايا انا كده حددت الاي او الايزا كامب اللي هو عن طريقه بسكيور الكيز وحددت الترانسفورم ست تمام وحددت الانترستنج ترافيك طب ما كل واحد امر لوحده عايزه بقى ان انا اعمل خريطه كده بنسميها ماب اجمع فيها كل البيسز دي اجمع فيها ايه كل البيسز دي مع بعض تمام ايه هي دي بقى بنسميها كريبتو ماب
بسميها ايه؟ كريبتو ماب. يبقى الكريبتو ماب دي وظيفتها ايه؟ دي ماب عن طريقها بجمع كل البيسز اللي انا كريتها عشان اقول الترانسفورم سيت دي انا هطبقها لما اكون رايحه للنيبر ده اللي البير بتاعه مش عارفه الاي دي بتاعه كذا. واضحه؟ تمام. نعمل بقى الكلام ده كده. انا بس عايزه في حاجه انا عايزه اتاكد منها. سيسكو انا كاتبه هنا عشرينات. ماشي اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هقول له هنا كريبتو ماب. الماب بتاعتك اسمها ايه؟ سموها الاسم اللي انتوا عايزينه. زي مثلا هسميها في بي ان كريبتو. كريبتو. تمام. طب السيكونس نمبر بتاعها ايه؟ مثلا هستخدم سيكونس نمبر 10 نوعها اي بي سيك ايزا كام، لان عن طريقها انا عايز اربط الاي بي سيك ايزا كام. قبل ما اشرح الورنينج او النوت اللي طلعت دي، ايه البوليسي او السيكونس نمبر ده؟ بصوا السيناريو ده كده. هفترض دلوقتي ان عندي هنا ده الانترنت وده الراوتر بتاعي الهيد كوارتر وعندي 3 برانش وعايزه اعمل دلوقتي في بي ان ما بين الهيد كوارتر وما بين كل البرانشز دي، برانش 1 برانش 2 برانش 3. تمام. بعد ما هطبق الكريبتو ماب بتاعتي المفروض كمان شويه ان انا هنزل تحت الانترفيس وهيبقى دي اخر خطوه، هنزل تحت الانترفيس واقول له طبق لي الكريبتو ماب اللي اسمها كذا. من حقي ان انا اطبق كام كريبتو ماب تحت الانترفيس؟ واحده بس باسمها. تمام. طب افرض دلوقتي زي ما قلت لكم ان انا عايزه اسكيور او اعمل في بي ان بنيجوشيشن بارامترز معينه مع البرانش الاولاني ونيجوشيشن بارامترز او سكيورتي بارامترز معينه ثانيه خالص مع البرانش الثاني وسكيورتي بارامترز ثالثه مختلفه مع البرانش الثاني. وصل كذا انترفيس؟ لا، ما هو المشكله دلوقتي ان انا عندي ايه؟ انترفيس واحد بس ومن حقي ان انا اطبق عليه كريبتو ماب واحده بس. صح؟ علشان كده اداني اوبشن هنا للايه؟ السيكونس نمبر. يبقى انا مثلا هقول البرانش الاولاني هشتغل معاه بسيكونس نمبر 10، البرانش الثاني هشتغل معاه بسيكونس نمبر 20، الثاني او الثالث 30 انسون. تمام. اول ما ضغطت انتر قال لي الماب اللي انت كريتيها دي هتفضل ديسيبل لغايه ما اتليست تحددي لي مين هو البير اللي انت عايزه تربطي بيه. تمام. وتحددي لي ايه هي الاكسس ليست اللي انت عايزه تشتغلي بيها، احدد له ايه هو الانترستنج ترافيك اللي هيطبق عليه الكريبتو ماب دي واحدد له مين هو البير بتاعي. في حاجات تانية ممكن ان انا اعمل لها ست بس ده اتليست خالص. تمام. لو استخدمت الهيلب قال لي في هنا جمل ممكن تكتبيها نظام ست وماتش. ايه ست وماتش ده؟ اف زن. فاكرين ايام الكليه جمل اف وزن؟ نفس الفكره بالظبط. لو اف ست. تمام. لو الترافيك ده او سوري ماتش هي الاف ناس ماتش هي الاف وست هي زن. تمام. لو الترافيك ده جايلك من الاكسس ليست اللي رقمها 100 طبقي لي عليها مثلا البير الفلاني والسكيورتي اسوسيشن الفلاني او ترانسفورم الفلاني. تمام. يبقى في الاول هقول له ايه؟ ماتش ادرس اللي هو الاكسس ليست بتاعتك اللي رقمها 100. تمام. ده ماتش. زين يعني ست. ست ايه بقى؟ ست ايه على الكلام ده؟ ست البير. مين هو البير بتاعي؟ 11 واحد زيرو 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 واحد يعني في اي بي اخر زيرو. ماتش مين او ست مين؟ 11 واحد زيرو واحد. ده اتليست خالص. في حاجه ثانيه ممكن اعمل لها ست؟ اه ريكومندد كمان ان انت تستخدم الترانسفورم سيت اللي انا كريتها. ليه؟ قال لك اصل برضو في ديفولت ترانسفورم سيت اكيد انا مش عايزه اشتغل بيها، انا عايزه احدد الترانسفورم سيت اللي انا عملتها اللي كانت اسمها ايه؟ تقريبا كانت اسمها بير برانش. ترانسفورم سيت اللي انا كريتها كانت اسمها ايه؟ برانش. ايه؟ كبرت وسعت. صح؟ عشان كده قلت لكم ان انا ملخصها لكم هنا في الملف ده، كل الخطوات موجوده يعني. بالمناسبه كمان ممكن ان انا استخدم هيلب واحط اكتر من واحد. زي ما قلت لكم ممكن ان انا ابعت للطرف الثاني
اكتر من ترانسفير مسافه وهو هيبدا يجي بقى على الكلام ده. تمام، انا ما عنديش غير واحده بس، فاقول له اوكي انتر، ده اتليست خالص انا محتاجاه. يبقى انا محتاجه ان انا تاني ايه اماتش الاكسس ليست، اسيت البير ده مينيمم ريكومندد، كمان ان انا اسيت الترانسفير مسافه. تمام، ممكن كمان اقول له سيت سيكيورتي اسوسيشن لو استخدمت الهيلب اللايف تايم بتاع التانل ده. التانل ده بقى بتاع مين؟ بتاع الاي بي سيك، مش الاي تيل، مش الاي كامب. تمام، اللايف تايم ممكن ان انا احدده بالسكندز، وممكن ان انا احدده بالديز، وممكن ان انا احدده بالكيلو بايت. يعني ايه؟ اولا الديفولت كام؟ ساعه. الديفولت كام؟ ساعه. تمام، ممكن ان انا زي ما قلت لكم احدده من هنا برقم او احدده بالكيلو بايتس. يعني ايه؟ يعني اول ما الترافيك اللي بيتبعت من السورس للديستنيشن يوصل لعدد معين من الكيلو بايتس، اعمل تير داون للتانل ده وابدا ابنيه تاني من اول وجديد. تمام، طب لو انا حددته مثلا بالسكندز، سكندز الاول. تمام، او بلاش تخلينا على الديفولت، هلاقي ديفولت ان هو بيشتغل بالاثنين على فكره. هوريها لكم دلوقتي، انا كده ما ضغطتش انتر، انا سبته على الديفولت اللي هو كام؟ ساعه. تمام، تعالوا نروح عند الطرف الثاني قبل ما انسى ونعمل نفس الكلام بالظبط. هقول له كريبتو ميب اسمها في بي ان كريبتو، مش شرط ان هي تماتش، بس زي ما اتفقنا الاسم ده اللي انا هستخدمه دلوقتي تحت الانترفيس عشان اطبق الكريبتو، الخريطه اللي مجمعه كل الحصه دي تحت الانترفيس. تمام، السيكونس نمبر بتاعها كذا، برده مش ماست ان هو يماتش، واللي نوعها اللي عن طريقها هربط الاي بي سيك ايزاكيم. هماتش هنا مين؟ الادرس، الاكسس ليست بتاعتي اللي رقمها كذا. هست البير اللي هو 11.00 اعتقد واحد. تمام، ست الترانسفورم ست اللي كان اسمها، انا استخدمت نفس الاسم هنا على ما اتذكر، انا كنت واخدها كوبي وبيست. برانش، خلاص. اخر خطوه بقى زي ما اتفقنا، هنزل تحت الانترفيس اللي انهي واحد اللي رابطني بالوين، اللي رابطني بمين؟ بالوين. واقول له ايه؟ انترفيس فاست 1 على اكسس جروب ايه بس، فاست 1 على 0 اللي رابطني بالوين، واقول له كريبتو ماب، طبق لي الماب اللي اسمها انت ممكن باوامر شوت تجيبها يعني عادي، مفيش مشكله، هاخدها كوبي بس مفيش مشكله، واخد نفس الامر ده اطبقه هناك. قال لي الايزا كامبس اون دلوقتي تحت الانترفيس برضو اللي رابطني بالوين فاست 1 على 0، واقول له ايه؟ كريبتو ماب نفس الاسم. لا لا مش بهوقت ولا حاجه، سهله جدا اهي. خمس خطوات، اول حاجه كريت الايزا كامب وحطيت جواها البوليسز، قبل ما اطلع من ستيب 1 كريت كمان او حددت كمان البريشر دي اللي هشتغل بيه بامرين، هو الامر ايه؟ كريبتو ايزا كامب واستخدم الهيلب. المرحله الثانيه كريبتو اي بي سيك واستخدم الهيلب. المرحلة الثالثة حددت الانترستنج ترافيك عن طريق اكسس ليست. المرحلة الرابعة جمعت الهيصة دي كلها جوه كريبتو ميب. اخر حاجة نزلت تحت الانترفيس وطبقت البوليسي بتاعتي. هو انا شغلت الاكسس ليست دي تحت الانترفيس بقى؟ انا شغلها دي، انا مش عايزة ان انا استخدم الاكسس ليست كسكيورتي عشان انزل تحت الانترفيس واطبقها. تمام تمام. انا كده خلصت وقال لي الايزا كامبس اون. التانل اتبنى؟ لا. لسه مفيش انترستنج ترافيك عشان ينوجيشيت او عشان يحفز الراوتر ان هو يكريت التانل. نديله انترستنج ترافيك، هعمل ايه؟ هاجي من بي سي 1 ابنك على بي سي 2، بس قبل ما ابنك تعالوا بقى انكابتشر الداتا. الدنيا بدات تشتغل اهي. تمام، نستوب بقى كده الكابتشر. ده ايه السي دي بي مش عايزاه؟ ابلاي فلتر.
not selected مش عايزاه, واللوب ده برضو مش عايزاه. apply as filter and not selected عشان بس توصل لمين كفاية الايزاكيمب. تمام, ندخل بقى على الايزاكيمب, نبدأ نقرأ كده شوية. بيكتب لي هنا مين مود, وواحدة هنا كتب لي فيها كويك مود. ايه المين مود دي بقى؟ ايك فيس 1 اللي هي الايزا كام, في نوعين من المودز ممكن تشتغلوا بيه, الكلام ده هتدرسوه ان شاء الله بالتفصيل اكتر في الان بي, ان بي سكيورتي. تمام تمام. النوع الاولاني مين مود, والنوع الثاني اجريسيف مود. مين مود واجريسيف مود. المور سكيورد المين مود, وده عدد الباكس اللي بتتنقل ما بين الراوترز عشان النيجوشيشن بيبقى اكتر. تمام. انما الكويك مود اللي هو ايك فيس 2, ايك فيس 2 ما فيهوش غير مود واحد بس اللي هو مين, الكويك مود. تمام, نرجع هنا بقى تاني كده. لو بصيت هنا على الايك, ندخل هنا انترنت كي اسوسيشن اند مانجمنت بروتوكول, ده اللي هو الايك, الايزا كان بنا اسفه. تمام, شغال على مين مود. طيب مين هي السكيورتي اسوسيشن اللي انا شغال عليها؟ نفتح ده كله كده, ده الانيشيتور وده الريسبوندر. الراوتر اللي بيبدا التانل بنسميه انيشيتور, والراوتر اللي بيستجيب بنسميه ايه؟ ريسبوندر. تمام, فيرجن 1. بالمناسبه ايزا كام في منه 2 فيرجن, او الايت انا اسف في منه فيرجن 2 فيرجن, فيرجن 1 وده ديفولت على الراوترز, في منه كمان الاحدث منه كمان والمور سكيورد فيرجن 2. تمام, انكريبشن البيلود. ده الايزا كامب, انا عايز اشوف بس اهي, لقيت ان الانكريبشن اللي انا استخدمته اي اس, الكي لينس كذا, الهاشنج كذا, الليسه اللي احنا عملناها دي كلها, البروبوزال اللي احنا عملناه ظهر لان لسه ما شفرناش الداتا, ده لسه في الاول بنجوشيته اساسن البوليسز. تمام, طيب ندخل على المرحله الثانيه كده. فاكرين لما كنا قلنا المراحل دي, المراحل اول مرحله كان اللي هو كي اكستشينج او البروبوزل, يعني النيجوشيت على البروبوزل. تمام, المرحله الثانيه كانت ديفي هيلمان, المرحله الثالثه كان الاوثنتيكيشن. صح, لو دخلت على المرحله الثانيه دي كده ندور برضو هنا, المفروض ان انا هلاقي ديفي هيلمان. وده على فكره قيمه الهاش اساسا اللي هم عملوا له نيجوشيت, ده مين؟ مش الديفي هيلمان اصلا بستخدمه عشان اسكيور الكي اللي انا هشفر بيه بعد كده, هو ده كنت الهاش بتاعه. تمام, طب لو دخلنا على المرحله الثالثه, ابتداء من هنا بقى مش المفروض ان انت ما تشوفش اي حاجه اساسا. ليه؟ خلاص المراحل اللي بعديها كلها الداتا ايه؟ كاتب لي هنا ايه؟ انكربتد. طب لو دخلت بعد كده على الكويك مود, خلاص انكربتد. تمام, طب بالنسبه للاي اس بي, الداتا اللي بعد كده هتبقى كلها هيدن. مش انا كنت ايام التلنت والاس اس اتش كنت باجي هنا اقول له فولو تي سي بي, بصوا هنا مقفول ازاي, انا حتى مش قادره ان انا ادخل في قلب الصندوق اشوف الداتا لما تشفره وانا متنيله, حق انا مش شايفه حاجه. تمام, ايام التلنت كنت بقول له تي سي بي بشوف كل حاجه, ايام الاس اس اتش كنت بقول له فولو تي سي بي اشوفها انكريبتد, المره دي انا لا عارفه اساسا اشوف قلب الداتا من الاساس. تمام, ولو دخلت هنا على الاي اس بي او نشوفها من هنا كده, هلاقي في سيكونس نمبر, الباكت اللي بعديها سيكونس نمبر 2, الباكت اللي بعديها سيكونس نمبر 3, اللي بعديها سيكونس نمبر 4. ايه ده, فاكرين الانتي ريبليك؟ مش كنا قلنا ان كل باكت هيبقى لها بالظبط, كل باكت هيبقى لها ايه, سيكونس نمبر مختلف عشان اتاكد ان مش هيحصل عليا انتي ريبليك. هو ده السيكونس نمبر اللي كنا بنتكلم عنه. حد تاني مني كده في حاجه؟ تعالوا بس اكد لكم كمان ان التلنت مثلا, انا دلوقتي بالنت, تعالوا مثلا نتست كمان بالتلنت. انا طبعا الفيرتشوال بي سي ما فيهوش امر تلنت, هو في حاجه شبيهه بيه اللي هي تقريبا ار لوجن, فين 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 اهي, حاجه شبيهه بيه, بس بدل يعني موجع دماغي واقعد اشوف الهلب بتاعه, انا هتلنت من راوتر 1 هتلنت على ار 2, بس اكيد مش هتلنت من الصفحه ذات نفسها, او يعني اقول له تلنت مسافه اي بي بتاع ار 2, لان ساعتها هيطلع بالاي بي ده. تمام, ساعتها بالنسبه للراوتر ده انترستنج ترافيك؟ لا,
ليه الانترستنج ترافيك اللي جاي منين؟ بالظبط من اللان اللي وراه، من اللان اللي وراه. تمام. فعشان كده هاجي على ار1 واقول له تلنت. قبل بس ما اقول له تلنت هاجي افتح التلنت على ار2 هاجي من ار1 اقول له تلنت على مين بقى؟ مش الاي بي البابليك، لازم يماتش الانترستنج ترافيك، يعني 192.168.1.2 الاي بي ده بتاع فاست 0 على 0. بقول له هنا على ان الترافيك كانه جاي من السورس اللي هو اللي تحت ده فاست 0 على 0. يبقى انا عملت ماتش كان الترافيك طالع من ورا الراوتر. تمام. قبل ما اضغط انتر تعالوا برضو كده نكابتشر الداتا. ستارت كابتشر انتر يوزر نيم عبير باسورد 123. في ترافيك اهو عمال يعمل له ايه؟ بيجيبه. بس اولا اول ملحوظه اخدتوا بالكم ان الايزا كامب مش ظاهر؟ ليه؟ خلاص التانل اللي اتعمل له نيجوشيشن وادانا. تمام. مين اللي ظهر عندي؟ الاي اس بي. كليك يمين فولو تي سي بي مش ظاهر اساسا، كله انكريبتد بايه؟ انكابسوليتد سكيورتي بيلود. ملحوظه كمان، مين السورس ومين الديستنيشن؟ بس البابليك بتاع الراوتر ده اللي كنت قلت لكم عليه، لان انا شغاله تانل مود الديفولت بتاعي. حلو حلو جميل يا قطر. تمام. طيب تعالوا بس بقى نعمل شويه بريفاي حاجات بسيطه كده. انا لو جيت مثلا على ار1 تعالوا الاول نبريفاي التانل او اللي هي البوليسز. شفنا الامر اللي هو شو كريبتو ايزا كامب الاول بوليسي. شفنا البوليسي دي قبل كده. تمام. الامر اللي بعديه لو انا حبيت اشوف الكي، هي نفس الاوامر بس جيت في الاول قلت له كي شو. تمام. قال لي مين البير بتاعي والبريشر كي سيسكو. تمام. بعد كده دخلنا في المرحله الثانيه اللي هي كانت الاي بي سيك. يبقى اقول له شو كريبتو اي بي سيك. تمام. اللي بعديها ترانسفورم سيت انتر. لا او اي ده هو الامر اهو. او اي لقيت الترانسفورم سيت اللي انا استخدمته اسمه برانش، استخدمت فيه اي اس بي اي اي اس واستخدمت فيه اس اتش اي. تمام. وفي عندي زي ما اتفقنا في ديفولت تانلز، بصوا بيستخدم فيها اي اس بي اي اي اس وبيستخدم فيها نفس اللي انا استخدمتها عموما يعني. بس المهم تاني ان في فعلا ايه ديفولت ترانسفورم سيت. عشان كده قلت لكم تحت الكريبتو ماب مش شرط ان انا احدد الترانسفورم سيت، مش شرط ان انا اسيت الترانسفورم سيت، لان ساعتها هيشتغل على الديفولت. تمام كده. طيب المرحله اللي بعديها الانترستنج ترافيك شو اكسس ليست، الاكسس ليست اللي انا عملتها. تمام. اللي بعديها شو كريبتو ماب، عايز تستخدم اسمها اوكي لو عندك كذا واحده، انا ما عنديش غير واحده بس فضغطت انتر على طول. تمام. في هنا بقى دل او بقى قاعد. اوكي اقرا بقى كده معايا. قال لي ان انا استخدمت واحده السيكونس نمبر بتاعها 10 ونوعها اي بي سيك ايزا كيمب، البير كذا. تمام. الاكسس ليست اللي انا استخدمتها ماتش لمين؟ ل 100 اللي جواها كذا، حتى فردها لي الراجل محترم. تمام. مين الكرنت بير؟ انا ده وده البير بتاعي. ايه ده سوري الكرنت بير البير بتاعي معلش سوري هو الطرف الثاني. تمام. السكيورتي اسوسيشن لايف تايم هو انا حددته؟ انا قلت لكم باي ديفولت كام؟ ساعه. باي ديفولت كام؟ طالما انا ما حددتوش ساعه، مش عايز ياخد ليه ها ساعه. تمام. في فرق ما بين اللايف تايم بتاع الايزا كامب تانل ده 24 اورز باي ديفولت، وفي فرق ما بين الاي بي سيك تانل اللي هو باي ديفولت ساعه. طب واخدين بالكم هنا ان برضو حاطط له قيمه من الكيلو بايتس؟ اه ثانيه واحده. يبقى اللايف تايم ده ولا ده اللي هيماتش الاول؟ بمعنى لو الساعه عدت الاول هيعمل تير داون للتانل، لو الساعه لسه ما خلصتش بس عدد الباكتس عدت الرقم ده هيعمل تير داون للتانل، يبقى اللي هيماتش الاول فيه. تمام. ريسبوندر اونلي نو. تمام. البي اف اس انا ما ردتكوش البي اف اس دي
اتكلمنا عنها نظري بس ما وريتهاش ليكم. كان ممكن ان انا اعمل لها سيت تحت الكريبتو ماب استخدم ساعتها ديفي هيلمان جروب مختلف، استخدم ساعتها ايه ديفي هيلمان جروب مختلف. تمام، انا قفلت الواير شارك صحيح اللي هو النيجوشيشن اللي فات، بس لو تفتكروا الكويك مود كان طلع عندي مرحلتين، الكويك مود كان في صفرين. ساعتها انا لو كنت استخدمت الدي اف اس وحددت ديفي هيلمان جروب مختلف تحت الكريبتو ماب كان هيصل في ثلاث مراحل، ليه في مرحله كمان بالنسبه للديفي هيلمان الجديد. تمام، اوريها لكم كده بسرعه. كريبتو ماب كانت اسمها في بي ان كريبتو اللي كان رقمها 10 اللي نوعها اي بي سيك ايزا كام، هقول له ست تحدد ساعتها البي اف اس البريفير فوروردنج شيرنج وتحدد ديفي هيلمان جروب مختلف. خلاص كده حددتها لغايه دلوقتي. تمام، كل اللي انا عملته ده بفيريفاي الكونفيجريشن اللي انا عملتها، لكن لو حبيت دلوقتي افيريفاي التانل ذات نفسه قايم ولا لا شغال ولا لا، اعمل الكلام ده ازاي؟ عندي امر شو كريبتو ايزا كام سيكيورتي اسوسيشن، مش هقول له بوليسي، مش هقول له كي، هقول له ايه؟ سيكيورتي اسوسيشن. تمام، قال لي في دلوقتي فعلا تانل اكتف شغال، هو دلوقتي ايدل مود مفيش داتا بتتبعت، شغال في الكويك مود. تمام، السورس 11001 الديستنيشن 11101. تمام، طب تعالوا نشوف التانل الثاني اللي هو اي بي سيك سيكيورتي اسوسيشن انتر. واو، نقرا بقى شويه، كلام هايف ما تقلقش، كلام هايف جدا. قال لي دلوقتي ان انا مكريت كريبتو ماب، تمام، اللوكال ادرس بتاعي هو ده، طيب اللوكال ايدنتيفاير اللي هو الاي بي اللي بيماتش الانترستنج ترافيك، طب والطرف الثاني، طب مين الكرنت بير على بورت 500 اللي هي الايزا كامب. تمام، عدد الباكتس دي بقى مجموعه من الكاونترز، الحكايه كلها عدد الباكتس الانكابسوليتد الانكريبتد اللي حصل عليها دايجست اللي حصل عليها ديكابسوليشن ديكريبشن فيريفاي عدد الباكتس. تمام، بصوا كده انا لو جيت ابلك تاني مثلا بيزيد طبعا. تمام، كانوا هنا 35 و29، الباكتس زادت الكاونتر زاد ولا لا؟ تمام، طب وبالنسبه للبي اف اس عملت له انيبل ولا ديسيبل؟ استخدمته؟ لا ديسيبل، او بمعنى ادق يعني نو ما استخدمتوش. تمام، كده في اي مشكله في الجزء ده؟ خلاص كده خلصنا الجزء ده. تمام، خلصنا الجزء؟ لا اصبر بقى، قربنا نخلص ما تقلقش، انا عايز اعمله على السي سي بي كمان، مش هعليك على السي سي بي بس هيسهل لك الدنيا، كل الهيصه اللي انا عملتها دي هيظهر ويزر نيكست نيكست فينش بس. تمام، احنا قلنا تاني ان انا عندي شويه مشاكل، استوب بس كده الكابتشر، انا عندي دلوقتي مشكله لو انا عندي نيتنج موجود على الراوتر صح؟ ايه المشكله اللي هتقابلني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الواي ما بيشوفش اللاي. ثواني يا احمد، يا واد اصبر يا ولد اصبر. طيب ايه ده المشكله؟ النيتنج دلوقتي فكرته عباره عن ايه؟ ان الترافيك اللي هيجي من هنا الراوتر هيشيل الهيدر بتاعه السورس هيدر ويحط الاي بي بتاعه جوه، مش كده؟ مش دي فكره النت؟ تاني فكره النت عباره عن ايه؟ ان او البات يعني مثلا، لان اللي هطبقه دلوقتي بات. تمام، ان اي ترافيك جاي لي من اللان هيشيل اساسا السورس هيدر بتاعه ويحط مين؟ الاي بي بتاعه. ده كده هيماتش الانترستنج ترافيك؟ لا لا، لان الانترستنج ترافيك بيقول ايه؟ لو الترافيك جاي من هنا، ما هو الراوتر دلوقتي مش شايف ان الترافيك جاي من هنا، الراوتر شايف ان الترافيك جاي من هنا صح؟ طب احل المشكله دي ازاي؟ تعالوا الاول بقى كده نطبق نيتنج على الراوترز، وهو امر الحكايه كلها هوريكم ازاي نحل المشكله دي. تمام، فاجي على الراوتر الاولاني، بنطبق نيتنج ازاي؟ بات اي بي نت، او قبل ما اقول له اي بي نت كنا الاول بنعمل اكسس ليست عشان احدد فيها ان الترافيك ده
لو رايح لاي حد اني ديستنيشن اني طبق لي عليه نت، طبق لي عليه ايه نت. فنعمل ده كده، هاجي على الراوتر واقول له اكسس او اي بي اكسس ليست، افضل ان هي تكون نيمد، واقول لكم ليه دلوقتي افضل ان هي تكون نيمد. ممكن نمبرد وهعدل فيها بطريقه النيمد، تمام. هقول له اي بي اكسس ليست سي مثلا الرقم ها 101، لان 100 انا استخدمتها للكريبتو صح. اللي فيها اكسس ليست اللي رقمها 101 برميت. ايه اللي انا بعمله ده؟ معلش انا اسف. احدد اول ان هي اكستندد، تمام، واقول ان رقمها مثلا 101 او اديها اسم مش فارق معايا، انتر. هقول فيها برميت ان الترافيك اللي جاي بتاع طبعا الاي بي عشان يبقى كل الترافيك اللي جاي من اللي هو مثلا اللين بتاعت الناحيه دي كام؟ عشرات. اللي رايح لاني، اللي رايح لمين؟ اني. احنا ايام الاني ايه، وحتى في الكورس بتاعنا المره دي كنت دايما بعملها ستاندرد وما حددتش الديستنيشن وخلاص، لان كده كده الديفولت ديستنيشن اني. لا، المره دي انا عايزاها تكون اكستند، لان كمان شويه هيحصل مشكله وهقدت فيها، تمام. بعد ما كنت بكريت الاكسس ليست هقول له ايه؟ اي بي نت انسايد inside source list الاكسس ليست اللي بتاعتي اللي رقمها 100. هطلع الكلام ده على انهي انترفيس؟ هياخد اي بي انهي انترفيس؟ فاست 1 على 0، وما ينفعش ان انا اقول له overload. اخر حاجه خالص كنت بعمل ايه؟ كنت بنزل تحت الانترفيسز، ده هقول له اي بي نت انسايد، واللي فوق هقول له اي بي نت اوتسايد. يبقى هدخل تحت فاست 0 على 0 اي بي نت انسايد، وانزل تحت الانترفيس فاست 1 على 0 واقول له اي بي نت اوتسايد. تعالوا نروح بقى نعمل نفس الكلام كده على ار 2، هقول له طب هخلص دي وتاخد ترك شويه. حاضر هخلص دي. لا لا شغال. تمام، هقول له اي بي اكسس ليست اللي نوعها اكستندد اللي هديها رقم مثلا 101، واقول له برميت للترافيك بتاع الاي بي اللي جاي من سورس 192.168.0، تمام، اللي رايح لمين؟ لان. وبعد كده اطبق النيتنج بتاعي اي بي نت انسايد سورس الليست اللي رقمها 101. هطلع الكلام ده على الانترفيس اللي هو فاست 1 اوفر 0، وما انساش اقول له اوفرلود. اخر حاجه هنزل تحت فاست 0 على 0 اقول له اي بي نت انسايد، وانزل تحت الانترفيس فاست 1 على 0 اقول له اي بي نت اوتسايد. كده انا طبقت النت. تعالوا بقى كده نتست. مش موضوع بقى طنل صح، الدنيا واقعه خالص. ليه تاني؟ لان الترافيك دلوقتي الراوتر شال الهيدر بتاعه، وبالتالي مش بيماتش الانترستنج ترافيك اللي الراوتر بناء عليه طبق ال في ان. احل المشكله دي ازاي؟ ايه رايكم في الاكسس ليست اللي رقمها دلوقتي 101 اعمل ديناي كده الاول على ار 1، لو قلت له شو اكسس ليست اللي رقمها 101، انا قلت هي طبعا واخده سيكونس نمبر كام؟ 10، تمام. انا بقول له طبق نات امتى؟ لما يكون الترافيك رايح من العشرات لاي حد. طب ما انا ممكن احط جمله قبليها رقمها سي مثلا 5، عشان كده انا عملتها دلوقتي نيمد عشان اقدر ان انا اديت فيها. هحط جمله سي مثلا رقمها ايه؟ 5، اقول فيه ديناي الترافيك لو جاي من العشرات رايح ل 192.168. ديناي دي معناها ان الترافيك يقع؟ لا، ديناي معناها ان الترافيك ده ما يطبقش عليه النت صح. يبقى ساعتها الترافيك لو رايح من اللان لللان مش هيطبق عليه النت، هيطبق عليه الفي بي ان. لو راح لاي حد تاني يطبق عليه النت. وضحت الفكره؟ تمام، شفتوا هيفه ازاي؟ يبقى كل اللي فيها اقول له اي بي اكسس ليست اللي كان رقمها الاول اللي نوعها
اكستندد ان رقمها 101 وادي له سيكونس نمبر قبليها قبل رقم 10 واقول له ديناي للشبكه ديناي طبعا الاول بروتوكول اي بي اللي جاي من عشرات اللي رايح لمين 192.168.0 ومرر الكلام ده على الطرف الثاني فين ار 2 هقول له اي بي اكسس ليست واقول له سيكونس نمبر سي مثلا 5 ديناي لبروتوكول الاي بي اللي جاي من خدها من هنا كوبي وبست وخلاص من 192.168.0 رايح لمين للعشرات تمام تعالوا بقى كده نتست التاني التاني اتبنى تاني وفعلا ال في بي ان اشتغل مع النت ولا لا كده خلصنا النت تمام نبص كده بس مش هياخد 3 دقايق يا احمد خلاص مش اكتر اقل من 3 دقايق نبص كده بسرعه دي عمليه النيجوشيشن تمام دي الكونفيجريشن هتلاقي ان كل ده اوريدي احنا اخدناه هنا بس بيقول لي لو عندك اكزيستنج اكسس ليست عدلي فيها على سبيل المثال اعمل بيرميت للايزا كامب الايزا كامب ده مش بروتوكول سويت لوحده ده ايه او بروتوكول نمبر لوحده ده تبع اليو دي بي يبقى اعمل ساعتها بيرميت لليو دي بي ايكوال ايزا كامب او ايكوال 500 تمام وبيرميت مين كمان الاي اس بي او الاي اتش بي اللي هو الاسنيكيشن هيدر بروتوكول يعني الاي اتش على حسب انت شغال بايه او لو انت شغال بالاثنين اسمح بالاثنين طبعا انا كاتباهم او مكتوبين هنا لان دول بروتوكول نمبر خاصين بنفسهم دول مش تبع تي سي بي ولا اليو دي بي تمام دي اهي جايب لي هنا اكزامبل على الكلام ده كاتب لي هنا بس الجي ار اي تانل طبعا احنا مش هنعمله لان احنا اعتقد يعني واخدينه بالطول والعرض ايام الان ايه وعاملينه بايدينا وموصلينه لغايه ليفل استيشن كمان تمام الايزا كام بوليسي شو كريبتو ده الديفولت دي برضو الامر ده اخدناه ايزا كام بوليسي والبريشرد كي وبعد كده مرحله الاي بي سيك والاكسس ليست الانترستنج ترافيك والترانسفورم سيت والكريبتو ماب تمام وده بفريفاي الكريبتو ماب وان انا ابلاي الكريبتو ماب على مين على الانترفيس وبعد كده عمليه التست وفريفاي اللي احنا اتفقنا ان هي بستخدم فيها اوبشن اس اي سكيورتي اسوسيشن خلصت الحمد لله